مدينة الرستان 6/3/2013 في أحد الأراضي الزراعية في مدينة الرستان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. يا هلا. شو شايفك هون؟ شايف والله يا أخي عم نفلاح. زراعية. والله عم نفلاح. والوضع شوفت عيناك. تعبان ولا في محصول ولا في شيء. من عم نول قطع موية الري ولا شفنا مي ولا شفنا شيء وكسر السواقة ما خلى شيء. وعم نشتري المازوت مشترى. يعني عم نشتري المازوت عم نحطه من جيبنا عم ننكسر. ما في شوفت عيناك. الواحد لا بقدر يطلع برا ولا بقدر يشتغل شيء. طيب المحاصيل هاي اللي انتو بالعادة بتستفيد منها كل سنة. ما استفدنا السنة هاي شلون؟ ما في موية ري ما استفدنا منها شيء خالص. ما استفدنا يبست كلها. ما استفدنا شيء. كلها يبست يعني في شيء انحرق وشيء ما انحرق. من كثر القذائف اللي ضربنا اياها انحرقت الحنطة وانحرق الاولي مع التالي. بيجي 15 دلم حنطة انحرقين. صرنا نطفيها بالكريكات وبالوحل وشغله بدا حلم الله. وهالكلب ابن الكلب ما عم يزوق ويستحي على حاله. طيب شو دخل الاراضي هون؟ شو الغايه من اذا قطعت مويه الري؟ ما انا عم نستجير. ما بدك مويه تسقيها؟ طيب ما بده يصير المحصول؟ ما بيصير اذا ما سقيته. ما انا بصير نطلع من كثر. شو الغايه من قطعه المويه لك؟ ها؟ شو الغايه من قطعه المويه او قطعه مويه الري على الرسته؟ مشان يموت العالم. مشان شو يعني؟ هيك بده بالشهر العسل. وخلي فرقنا بريحه طيبه. والحمد لله رب العالمين احسن الكل بعين الله. هذه حال مدينه الرستان والاراضي الزراعيه والمحاصيل التي لم تعطي شيء من خلال هذه السنه جراء الحصار. ولا عم نوال الخانق. ولا عم نوال ما اعطت السجر يبيس. كلياته يبيس. القذائف يبسته. 6/2/2013 6/3/2013 مدينة الرستان.